مشاهدينا ينضم الآن على الهواء مباشرة معنا كبير محللي الأسواق في مجموعة إيكوتي السيد رائد الخضر من دبي. أهلا بك سيد رائد. أبدأ معك سيد رائد من آسيا ومن تثبيت المركزي الكوري الجنوبي لأسعار الفائدة بعد خطوة مماثلة من المركزي الصيني في وقت سابق. إذن كيف تقيم وقع التضخم في المنطقة الآسيوية بشكل عام تبعا لذلك؟ أعتقد الإجراءات التحفيزية التي يتم اتخاذها في الاقتصادات الآسيوية قاطبة تظهر بشكل واضح ضعف الاستهلاك المحلي وضعف يعني النمو في هذه الاقتصادات، وعلى رأس الاقتصاد الصيني الذي يعاني حقيقة من تباطؤ في معدلات النمو. وبلا شك التضخم ليس هو الأزمة الاقتصادية بقدر ما أنه في عندنا ضعف في معدلات النمو، أي مستويات التضخم هي متدنية نسبيا ولا يعني خوف أو قلق من جهة التضخم، وإنما التركيز أكثر على عودة إحياء الاقتصاد من خلال إجراءات تحفيزية بشكل أكبر. وربما الإجراء التحفيزي الذي تتخذه البنوك المركزية سواء الكوري أو الجنوبي أو البنك الصيني هو إما تقليص أو تثبيت أسعار الفائدة دون توجه إلى أي تشدد في السياسة النقدية، بالعكس البحث عن تسهيلات أكبر، وجمهور المستثمرين والمتداولين في الأسواق ينتظر المزيد من التحفيزات حقيقة من هذه الاقتصادات، وهي دلالة ضمنية على أن الوضع الاقتصادي في المنطقة الآسيوية يميل إلى التباطؤ والتراجع بشكل واضح وعلى رأسه الاقتصاد الصيني. طيب سيد رائد، خفضت السلطات الصينية سعر الفائدة على القروض العقارية بأكبر قدر منذ عام 2009، فهل خفضت الفائدة أو خفض الفائدة الكبير سينهي أزمة العقارات في الصين؟ لا أعتقد أن ذلك سيحدث حقيقة. التخفيض اللي شفناه نحن الأسبوع الماضي بأسعار الفائدة على المورجج أو على العقارات أو القروض العقارية كان صحيح هو الأكبر كتقليص مرة واحدة بأكثر من 25 نقطة أساس، نحن عند 3.49 تقريبا، وذلك 95 عفوا، وذلك يعتبر تقليص كبير في أسعار الفائدة، ولكن الأسواق تحتاج إلى تحفيز أكبر. حقيقة ما حدث بالاقتصاد الصيني هو غياب في الثقة، ضعف في الثقة من جمهور المستثمرين، وهذه الثقة حتى يعود إلى مستوياتها بشكل أكبر، أعتقد يجب أن يكون هناك إجراءات تحفيزية أكثر. ليس فقط كيف ضعفت هذه الثقة سيد رائد بالاقتصاد الصيني؟ ضعفت هذه الثقة بسبب أولا كان في عندنا إفراط في السياسات المؤدلجة داخل الاقتصاد الصيني، يعني السياسة تغلبت بشكل كبير والتوترات ما بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي أرهقت ثقة حقيقة الاقتصاد الصيني بشكل أو بآخر. نضيف إلى ذلك أزمة كورونا ولم يكن هناك تحفيز كافي للاقتصاد، ورأينا تضعضع القطاع العقاري على وجه التحديد خلال الفترة الماضية، ومن ثم سقوط لعديد من العمالقة الشركات العقارية في الاقتصاد الصيني دون أن يكون هناك حزم تحفيز وحزم إنقاذ لهذه الشركات، وبالتالي كان المستهلك النهائي متضرر، وهذا يحجم عملية الاستهلاك المستقبلية. بالتالي سوق العقار حاليا يعاني من أزمة كبيرة تحتاج إلى تحفيز أكبر من الذي تقوم به السلطات الصينية حتى الآن، ليس فقط على الجانب النقدي كبنك مركزي وتقليص في أسعار الفائدة، وإنما يجب أن يكون هناك أيضا قدم تحفيز مالية بشكل أكبر، وتخفيض ضرائب ربما على الأفراد أو على قطاع العقارات تحديدا حتى يكون هناك خروج من هذه الأزمة. طيب سيد رائد، أزمات التضخم ما تزال تؤرق الاقتصاد العالمي، فهل يواصل الفيدرالي فعلا رفع معدلات الفائدة في سبتمبر تحديدا؟ بالنسبة لرفع معدلات الفائدة فتم إلغاء ذلك كليا من بيان الفيدرالي الأمريكي الأخير، في اجتماعات الأخيرة تم حذف جملة رفع أسعار الفائدة أو أنه الفيدرالي مستمر في تشديد السياسة النقدية، تم حذف هذه الجملة كليا وتم استبدالها حقيقة بالبحث عن الوضع المناسب لمستويات التضخم التي يكون فيها الفيدرالي الأمريكي مرتاحا للقيام بعمليات
تقليص لأسعار الفائدة، وبالتحديد يعني احتمالية بدء عملية تقليص أسعار الفائدة ربما تكون في النصف الثاني من هذا العام بعد أن انخفضت احتمالية أن يكون هناك أي تقليص في شهر مارس القادم. ربما الأنظار تتجه إلى أن يكون في ماي أو في جون، ولكن الاحتمالية الأكبر التي تقبع حاليا عند مستويات 64% أن يكون هناك احتمال لتقليص أسعار الفائدة في شهر يونيو الشهر السادس، وبالتحديد نتحدث عن أداة الفيدرال الأمريكي أو الفيد ووتش تول أو أداة الفيدرال الأمريكي لتوقع أسعار الفائدة تظهر هذه الاحتمالية حتى الآن. بالتالي تشديد السياسة النقدية غير موجود حاليا في بيان السياسة النقدية من الفيدرال الأمريكي أو من الكوميتي الخاصة بالفيدرال الأمريكي لتقرير أسعار الفائدة، وإنما البحث حاليا والأنظار تتجه إلى بدء عملية تقليص أسعار الفائدة، وكم مرة سيتم هذا التقليص وفق الدوت بلوت أو الذي كان قد صدر من الفيدرال الأمريكي، وهي توقعات أعضاء الفيدرالي لتقليص أسعار الفائدة. نتوقع 4 تقليصات هذا العام في عام 2024، ربما تكون أولى هذه التقليصات إما في شهر 5 أو في شهر 6. طيب سيد رائد، يعني بصورة عامة أيهما أشد تأثيراً على الاقتصاد بصورة عامة، التضخم أم الركود، خصوصا في ظل التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة، منها أزمة روسيا وأوكرانيا، وأيضا الحرب على قطاع غزة، أيضا أزمة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كل هذه كيف ممكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي، وأيهما أشد تأثيرا أيضا، هو التضخم أم الركود بكل هذه الأحداث برأيك؟ أعتقد التضخم صعب علاجه، يعني الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة التضخم أن يخرج عن السيطرة هي بحد ذاتها تكون صعبة، وتحتاج إلى فعليا خنق الاقتصاد وسحب السيولة من الأسواق من خلال رفع أسعار الفائدة، بينما عملية الركود الاقتصادي يتم يعني تجنبها بشكل سريع نسبيا، تقليص أسعار الفائدة، اخفاض في ضرائب، ربما أيضا الإجراءات التيسيرية بشكل أكبر المفرط مثل عمليات التيسير النقدي وما إلى ذلك التي تم اتباعها مسبقا، والتي تعني بضخ سيولة جديدة في الأسواق، وبالتالي تتحرك الأسواق بشكل سريع، ولكن يفجر التضخم. دائما يخشى صناع السياسة النقدية من عملية خروج التضخم عن السيطرة بالاتجاه الصاعد، لأنه عملية التحكم به تكون صعبة نسبيا، بينما عمليات الركود إن وقع فنيا أو تقنيا الاقتصاد في ركود يعني يجب أن يكون هناك انكماش اقتصادي لأكثر من 40 متتاليين، أي الجي دي بي أو النمو الناتج المحلي الإجمالي يصبح سلبيا تحت الصفر لمدة 40 سنويين متتاليين، هذا نعرفه بالانكماش التقني أو بالركود التقني. إن حدث ذلك الخوف من امتداده لمدة زمنية طويلة. حتى الآن في الآونة الأخيرة على الأقل في 3 عقود الماضية أطول ركود اقتصادي كان لمدة 1.5 عام تقريبا، يتجنب الفيدرال الأمريكي أن يقع في الركود الاقتصادي هذا العام ويحقق ما يسمى بالسوفت لاندينج أو الهبوط الناعم، وأعتقد بشكل كبير سوف يتم تحقيق ذلك، لأنه معطيات الاقتصاد الأمريكي حتى الآن كاقتصاد كلي عم تكون إيجابية، من سوق العمل، من سوق مبيعات التجزئة، من جميع القطاعات حتى الآن تعطي قراءات إيجابية، بالتالي أعتقد صعب أن يكون هناك ركودا اقتصاديا، ولديه الفرصة لتقليص أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة نسبيا عند 5.5% على الأقل إلى أن تصبح 4.5% خلال التعاملات بداية تعاملات العام القادم. طيب سيد رائد، ما زلنا نتكلم ونتحدث عن التضخم، لكن هذه المرة سننتقل إلى أسواق النفط العالمية. ما هي توقعاتك سيد رائد لأسعار النفط المقبلة، وكيف يتأثر قطاع الطاقة بالتضخم تحديدا؟ حقيقة قطاع الطاقة هو مسبب رئيسي لارتفاعات التضخم، يعني ارتفاع أسعار الطاقة تسبب ارتفاع في مؤشرات أسعار المستهلكين، وتسبب يعني الضغط أكبر على قطاع الأعمال التجارية. بالتالي السؤال إجابة المباشرة أنه النفط يؤثر في التضخم بالاتجاه الصاعد ويرفعه بشكل أكبر، ولكن في نفس الوقت ارتفاع أسعار تشغيل واستخراج وإنتاج النفط بحد ذاته، نتحدث عن ارتفاع الأجور، نتحدث عن ارتفاع
الأسعار بشكل عام، المواد الأولية تساهم بشكل أو بآخر برفع أسعار النفط كذلك الأمر. فعملية يعني نستطيع أن نقول أنها علاقة تبادلية بين النفط والتضخم، يؤثر ويسبب ويتأثر كذلك الأمر. ولكن في الآونة الحالية يستفيد النفط حقيقة من التوترات الجيوسياسية التي تأخذ مكانها في البحر الأحمر. نحن عم نشوف بسبب هذه التوترات عم نشوف أسعار النفط متماسكة بشكل كبير جدا، لأنه دون هذه التوترات نحن عم نحكي على أنه المعروض النفطي أعلى من الطلب في الآونة الحالية، وعم نشوف يعني أزمات بعض الاقتصادات الآسيوية وضعف الواضح في الاقتصاد الصيني اللي هو يعني أكبر مستورد للنفط. هذا يعني أمر سلبي على إنتاج النفط، ولكن استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية وربما استمرارها بالارتفاع أكثر، نتحدث عن الـ WTI فوق مستويات الـ 81 دولار للبرميل، سيكون الداعم الأساسي له هو التوترات الجيوسياسية ومخاوف انقطاع سلاسل الإمداد فيما يتعلق بالنفط أو الإنتاج، ربما تعرض الإنتاج إلى تقلص مفاجئ. نضيف إلى ذلك الاستهلاك المفرط بمخزونات النفط الأمريكية، هذه هي العوامل التي تدعم حالياً أسعار النفط لمزيد من الارتفاعات، ربما مثل ما ذكرنا حوالي 3 إلى 4 دولارات في الاتجاه الصاعد على المدى القصير إلى المتوسط. طيب سيد رائد، ننتقل من أسواق النفط العالمية إلى العملات الرقمية. هل ستكمل بيتكوين مسيرة الصعود نحو 100,000 دولار؟ يعني حقيقة هي سنة ذهبية للعملات الرقمية، عم نشوفها وعم نشهدها وعم نشهد توجه أكبر إلى العملات الرقمية. كان يعني المسبب الرئيسي مثل ما بنعرف الموافقة على الـ ETF أو الصناديق المتداولة للإلكترونية البيتكوين بحد ذاته، الموافقة عليها في الولايات المتحدة الأمريكية ليتم تداول هذه الصناديق المتداولة الإلكترونية. اعتبر ذلك أمر إيجابي جدا، زاد من امتيازات الصناديق الاستثمارية للبيتكوين كسلعة وكأساس يعني كأصل أساسي في تكوين هذه المحافظ، بالتالي عم يزيد الطلب عنا بشكل واضح. نضيف إلى ذلك تراجع متوقع في قيمة الدولار الأمريكي خلال الفترة المستقبلية، لأنه راح نقلص أسعار الفائدة أو متجهين إلى تقليص في أسعار الفائدة، ذلك سيحزم الأمر بأن يكون في عنا مزيد من الارتفاعات على أسعار البيتكوين والعملات الرقمية على وجه التحديد. وكما عودتنا هذه العملات على تذبذب واسع النطاق، فبالتالي مستويات 100,000 دولار لواحد بيتكوين واردة وبشكل كبير جدا، وربما نحصل عليها خلال فترة زمنية قصيرة، لأنه نحن نعرف طبيعة الحركة السعرية على هذا الأصل الجديد نسبيا. طيب سيد رائد، دعني أستغل وجودك معنا ونتكلم عن المعدن الأصفر. كيف ترى مستقبل الذهب في ظل كل هذه التغيرات وهذه التحليلات التي تفضلت بها لنا؟ حقيقة الذهب يعني محافظ على مستويات مرتفعة نسبيا فوق ال 2000 دولار للأونصة، نحن عم نشوفه حاليا عند قرابة ال 2030 دولار للأونصة، مرشح لمزيد من الارتفاعات، يستغل التوترات والجيوسياسية، يستغل عدم الوضوح حقيقة فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ونرى أنه جذاب بشكل أكبر في الفترة القادمة، لأنه نحن مقبلين إلى أسعار فائدة أقل، يعني قيمة أقل في الدولار الأمريكي وارتفاع في أسعار السلع وعلى رأسها المعادن الثمينة والذهب على وجه التحديد، وبالتالي ذلك يتيح المجال لمزيد من الارتفاعات. رأينا بعض التراجعات التي كانت أظهرت يعني استعملناها كمقياس حقيقة أنه هبوط الذهب مؤقت وضعيف كعمليات هبوط، وهو مرشح في الفترة الماضية كان عم يظهر صعود أكثر وضخم أكثر في الاتجاه الصاعد، بالتالي يعني ذلك يفسر أن معظم المراكز المالية المتواجدة على أسعار الذهب هي مراكز شراء، بقاء فوق مستويات 2000 وعدم التراجع لفترة طويلة دون مستويات 2000، هذا يعني ثقة أكبر في المعدن الثمين وضغط أكبر شرائي على أصول الذهب. أعتقد على المستوى الفني ممكن نقول 2042 دولار للأونصة هي مستويات المقاومة التالية، اختراق هذه المستويات قد يفجر مزيد من الارتفاعات نحو مستويات 2060 إلى 2070 دولار في الأونصة، وأعتقد سوف تتسارع ارتفاعات الذهب بشكل أكبر مع
وظهور قرار واضح من الفدرال الأمريكي بموعد بدء تقليص أسعار الفائدة وتسهيل السياسة النقدية. شكرا لكل هذه التحليلات والمعلومات كبير محللي الأسواق في مجموعة إيكوتي السيد رائد الخضر، ممتنة جدا لك.